نتابع هذه الصور بعد إصابة منزل في منطقة صفد وإنباء عن عالقين داخل المنزل. واو. بأزوخة مخنايم بأزوخة نتابع هذه الصور مخنايم. حول إصابة منزل بصاروخ في منطقة صفد، وكما نتابع هناك أنباء عن عالقين بداخل المنزل. واو. أيضا كنا تابعنا منذ قليل بأن الجيش الإسرائيلي يقصف بلدة المعيصرة الشيعية في منطقة كسروين ذات الأغلبية المسيحية. واو. واو. إذن نتابع هذه الصور التي نرى الجيش الإسرائيلي بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق عدة إصابة منزل بصاروخ. نتابع هذه الصور المباشرة حول إصابة منزل بصاروخ في منطقة صفد و شمال إسرائيل وأنباء عن عالقين بداخل هذا المنزل. إذن نتابع مشاهدة هذه الصور المباشرة بعد أن قام حزب الله باستهداف منطقة صفد بصاروخ. هناك تجمع للدفاع المدني، وأيضا كما نلاحظ ضرب طوق أمني بعد إصابة هذا المنزل بصاروخ. إذن نتابع أول بأول مشاهدينا كل هذه التطورات، ونعود مجددا إلى الزميل محمود شكر ليطلعنا على آخر التطورات. ما الجديد الذي لديك محمود؟ نعم، ما بين آخر رسالة وهذه